يعني أنا مو بس دمي أصفر، دنيتي صفرة هي. أنا أحب القاتية يعني كثر السمع أكثر بعد. حياكم الله. هذا الفيديو انتشر وانا ابوي فاجاني لما انتشر وقال لي اني نزلته، بس ما توقعت انه ينتشر كذي. شعار مثل لي ان كل ما اشوفه قلبي يعني يدق يدق يعني من فرحة اني اشوفه. حبيته لان ابوي علمني عليه وايد ورحت معاه مباريات فتعلمت منه وصرت اتساوي. كان عمري كذي 3 سنوات 4. أصفر غد شاوي وصالب همة رجالة، همة رجالة من خلف الجمهور حق جمالة، حق جمالة. أول شيء إن أنا أحب لما نباري العربي إذا فزنا أرتاح شوي. قاتي يبغى قاتي، وحتى لو طلع لاعب يعني مثلاً بدل مطور طلع كذي لاعبين أظل بالقاتية، ما أطلع يعني ما أقول خلاص بروح العربي عشان أطلع، أظل بالقاتية حتى لو. لأن الحين كاظمة كان مصير غوي، فإذا لعب مباريات مرات يعني ضد أي فريق أشجع، بس يعني إذا ضد يعني العرب الكويت أشجع الكاظم، بس إذا ضد الغاتسية لا غاتسية. أنا أبي أصير نفس مهير شمري قبل دفاع، لأن أنا ألعب دفاع. رأسية هذه رأسية، الله 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 الله. هي قول قول لمصلحة نادي القادسية. هذا يقدر.